وكم كانوا لحاجتنا حضورا، سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وهذه أخت تسأل، تقول: السلام عليكم، أنا بنت من سوريا مخطوبة، وخطيبي خارج البلاد، من فترة 3 أشهر صار بيننا زعل وطلقني ورجعنا لبعض، ومن كم يوم تزعلنا وكتب لي على الواتس: اعتبري حالك من هاللحظة أنت مطلقة وأنت حرة. هل يكون وقع الطلاق وكيف نفعل؟ قبل أن نجيب على الأخت نأخذ اتصال. الأخت نجمة من جدابية. نعم أخت نجمة، تفضلي. أيوة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش الشيخ، ما سألك. اي نعم تفضلي. هل يجوز للمرأة انها تلبس سروال البنطلون؟ هذا قدام النساء. امام النساء ولا في الخارج؟ في الخارج. ايوه. تمام. نبي علاج شيخ للصوت القهري. الصلاة. السؤال الثاني شنو هو يا اخت نجمه؟ السؤال الثاني. وحمام الطهاره يا شيخ عادي نديرو بعد التجربه. ما فهمتش السؤال الثاني، ما سمعتش. الاخ علي من بنغازي. أخ علي من بنغازي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين يا شيخ عبد الرحمن. مرحبتين يا أخ علي، بارك الله فيك، تفضل. يا شيخ عبد الرحمن، معناتها احنا الإمام لما يصير له عذر في الصلاة كيف يتصرف يعني لما يصير عذر المأموم اللي يسحبها؟ الإمام لما يصير له عذر يستخلف. أيوه. إيش السؤال؟ إذا حدث له عذر واستخلف. تو الإمام صلى عذر، طلع غادر المحراب طول بدون لا يستخلف حد. اها. ماذا يفعل المأمومون؟ المأمومون. ايوه. تمام. السؤال الأول. واضح. ايوه. السؤال الثاني، عند الإمام خطيب الجمعة. قال لما المأموم فوت ركعتين الأولاد. في صلاة الجمعة. قال شنو ما يجهرش بهن. قال الجهر بهن
حديث ضعيف قال في الخطبه، قال الجهر في حديث ضعيف لان فقده هو حديث ضعيف، فاتمه هو الحديث في البخاري ومسلم الحديث الصحيح هيك قال في الخطبه. يعني تقصد إذا كان مثلا في صلاة العشاء أنا أدركت الثالثة والرابعة مفروض لما بنقضي نقضي سر، هيك قال الشيخ. قال لو أقبل الجهر هذا حديث ضعيف تعرف فقده، هو الحديث البخاري. بارك الله فيك. تمام واضح. الأخ المبروك من بني وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الرحمن ربي يحفظك ان شاء الله من كل سوء. الله يسلمك بارك الله فيك يا اخ مبروك، تفضل. مرحبتين بك يا شيخ عبد الرحمن، اليوم طالعين العمال، اليوم طالعين البر، يا ريتك عمانه يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك، ان شاء الله يعني تقضوا جو ممتع. طالعين عمانه الشيخ مصباح العايب موجي الاوقاف. ربي يبارك لكم فيه ويصلح بكم إن شاء الله يا أخ مبروك، تفضل. يا رب العالمين يا شيخ، يا شيخ نبو نشكر جهة عند بسؤال، الأول جهة نبو نشكرها الوقاف، وزارة الوقاف بارك الله فيها شيخ، عندنا شهرين 2014 ضايعات، أنا واحد قلت له بدي ضاعن خلاص، بارك الله فيه، أو الشيخ مصباح ذكي نشتنا قال لي بعثناها نحط المصارف. الحمد لله. ما في الفين الديون كلهن 16 17 كلهن وزارة الأوقاف بارك الله فيها، نبو نشكره حتى الوزير المالية، نبو نشكره التضامن حتى هو قالوا عندكم بشرة صار للزيادة المعاصر، قلنا إن شاء الله. تمام، وصلت رسالتك أخ مبروك. سؤالك يا سيحة، إحنا ساكنين في الشقق الفروسية. شقق الفروسية هنا نقضوا فيه نقول حتى المصرف بخار مازال ما مثل ما خمش اللي نقز هم نقزوا فيه نقوزه، احنا واحدين شيخ شرينا، احنا شرينا شرية مش ما نقزناه نقز، شرينا 75,000 في جتني دوة هنا قالوا حرام دق الفروسية، حرام حتى الصلاة فيهن، حتى الصلاة فيهن ما هي جائزة. بالله عليك عطي تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مبروك. إن شاء الله بارك الله فيك شيخنا وفيكم إن شاء الله. معنا اتصال، الأخت انتصار من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ وبارك الله فيك، شرف مزال حسنات. بارك الله فيكم. كل الشيوخ يعني على هذا البرنامج وبستقبل كلمتي وكادر ككل الطلاسة حقيقة وإن شاء الله في مزال حسنات. بارك الله فيكم، تفضلوا. بارك الله فيك. عندي سؤال لو سمحت شيخ، عندي يعني أخ كبير باهي يعني في العمر مواليد 64 يعني، وكما تقول في الصلاة ما شاء الله هو وأبنائه أول واحد يمشي للجامعة آخر واحد يطلع، بمعنى في صلة الرحم في أخواتهم غير شو نقول لك غير سوي، غير لا في عيد لا في مناسبة، لا من وفاة الوالدة 2015 ما تلاقيناش كما تقول يا شيخ سامحني في مكان واحد للعلم، حتى صارت كما تقول القسمة وحاجة يعني بالشرع الحمد لله أعطونا حقنا، بس التواصل والزيارات يا شيخ وحتى في العيد يعني مثلا نعدوا احنا البنات ولا اخويا الثاني بمد يده يصد علينا ما فيش معناه سبب مقنع. هو هذا صار الصد هذا بعد مطالبتكم بالحق الشرعي من ارتو؟ لا يا شيخي، لا هو للامانه اعطونا هذا اخذ حقه تمام، امورنا بشرف الكبار المدينه يعني كبار الناس نقصد هو في البدايه ما كانش ينوي يعطيكم. لا 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 ما لا لا عادي يعني، لكن ما ليش نزعل علاش ما نسح فاهمة هذه المشكلة، احنا اربع بنات معلش سامحني لو حتى كان وحدة معناها غلطانة تكون وحدة فقط يعني اخوه خامس، لكن الاربعة ككل حاجة ثانية احنا حاجة شنية يا شيخ، احنا درنا اللي علينا مدينا يدنا ومشينا واقف يصدنا وبشرف حتى يعني المدينة اللي معانا، لكن شنو الحاجة في محل مثلا احنا نتلاقوا يعني استعمال غذائية وإن يشبحنا حتى صاحب المحل عارف القصة يعني ما كرمك الله يسد عني النظر لك كأنه شفع حاجة غلط بالعلم، هي خواتي أرامل وفريسة يعني قد شيء اسم إحنا هل إحنا اسم علينا أو عليه يعني واضح إن شاء الله. أيوة، وحاجة ثانية عندي أخ ثاني الحمد لله يعني تزوج وما شاء الله يعني عدينا الخوي هذا كبير عزمناه على الفرح تمام، فصد وقال لا ما نش ماشي يعني الفرح من جايكم حاجة هيك، هل يعني صرنا شيء والله واضح مع الأول هذا مع السؤال الأول
مع السؤال الأول إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم إن شاء الله. حسنات إن شاء الله. مع السلامة. الله فيك. معنا الأخ يونس من مصراتة. بنغازي يا شيخ. يونس من بنغازي، مرحبتين بك. تصافي يا شيخ عبد الرحمن. أي نعم أخ يونس تفضل. الشيخ عبد الرحمن يبي نسألك، توفي رجل. وطبعا والديه متوفيان. الولد هذا غير متجوز. غير متجوز. ثم توفي الولد هذا. توفي الولد هذا. هو أبوه متوفيان ولا؟ ومش متزوج. باه؟ لا لا غير متزوج، ووالديه والده متوفي، والده متوفي. قلت والده انت، ام حيه. ام حيه انا جدا. ثم تقدم احد اعمامه وتزوج زوجة اخيه. احد اعمامه. تزوج ام الولد هذا مش زوجة اخ الولد. نعم تزوج ام الولد هذا، يعني عمه، يكون عمه. سؤال، من يرث هذا الولد؟ الولد هو لما مات عند لما مات الولد عند امه، ترك ام وعمان فقط. وما لا اخوه ولا اخوات؟ لا اخوه، ترك عمان، تقدم احدهما وتزوج زوجة اخيه. سؤالي، من يرث هذا الولد؟ ونعم الولد الارث حينحصر في الام والاعمام، نعم وضع، لكن كم كل واحد سهل. تمام ان شاء الله. شكرا يا شيخ. شكرا فيك. معنا الاخ احمد من البيضة. ايوه نعم يا اخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، احنا صار لي موضوع طلاق. تفضل يا اخ احمد. قلت لك ناك متجوز تمام. بعدها لما زوجتي طلعت، طبعا هم طلبوا الطلاق اجباري. اهل الزوجة طلبوا الطلاق. هم طلبوا الطلاق اجباري، يعني انتي من جوا مني بش نطلق. لكن هم اللي طلبوا الطلاق. عندهم سبب، هم دعاهم للطلاق، مثلا انت مقصر في حق زوجتك، في النفقه، في المعامله، في يعني في حاجات تسعف الله عما سلف، يعني في اخطاء يمكن يصير لك كذا. كان طبعا مجبر بطلاق اجباري. يعني نيتي من جوا ما نبيش نطلق. نعم، يعني نيتي من جوا ما نبيش نطلق نبيها. كويس. باه، شنو سؤالك؟ يعني في اسم منهم، هم يمكنوا اسمين، حتى حقوقي ما طلبتش بيه. تمام، تسمع الإجابة يا أخ أحمد. معنا الأخ خالد من المرج. أخ معنا الأخت أماني من بنغازي. أيوة السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ بنسألك. نعم تفضلي. عندي علاج الوسواس القهري يا شيخ، قصدي عندي أمي من أي شيء توسوس. كيف يا أخت أماني؟ نعم؟ ما سمعت سؤالك. نبدأ علاج الوسواس القهري يا شيخ. عندك وسواس؟ إيه. قصدي يا شيخ من أي حاجة توسوس وما مش عارفة حاجة كيف كيف قبيل. تمام، ومعلش يا شيخ سألتك سؤال ثاني. الخمار فرد ولا لا للمرأة؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. تمام، متفقين. الله يكرمك. معنا الأخ إسماعيل من مزدة. أهلا بك يا شيخ، شنو عارف بقى. الله يبارك فيك يا أخ إسماعيل، تفضل. يا شيخ يقول أن الدعاء عند الله، الدعاء لما تدعي عند ذوي الغيث الله يقبل لك دعائك، صح يا شيخ ولا؟ أنا رفعت يدي ودعيت ثاني بالرب، قلت يا الله يا كريم بأسماء الله الحسنى تو مختصر مفيد يا شيخ، باي دعيت عن كل شيء، على الوباء وعلى الفتنة في العالم كله، بيني وبين ربي، ولين بكيت جتني العبرة يا شيخ. تمام. وقلت يا الله يا كريم وري لي شنو هو الدواء
في منامي، وانا ابوي متوفي وولد عم بوي ولد عمه ولد بوي انا ولد عمه متوفي حتى هو في المنام في نفس الليله اللي قعدت فيها جوني في قف جيرات رؤيا في منامي قالت بوي مكعمز بعدين شيء خمر صغار هلبا وبعدين سني قال لي وانا دواء اشرب الدواء شيسه خضره مكتوب عليها 100% شربت الدواء وعرفت شنو هو دواء 200% فما شو قلت له يا ابوي هذا دواء سني ما باش يتكلم ولد عمي حتى هو اللي حتى هو ما باش يتكلم شو ردوا صوت جماعه قالوا هذا دواء كورون شو قلت له يا ابوي هذا من اللي ردوا ابوي ما باش يتكلم تكلم ولد عمي قال لي يا بابا الملائكه قلت له بوي تو هذا دواء الكورونا مش مفروض تعطيني حاجه وانا من الوطن نبته ولا شيء قال لي لا قالوا لا ردوا علي ملك قولي هذا فايروس بعثته اسرائيل حسبي الله ونعم الوكيل وانا مسؤول على الكلام يا شيخ قلت له بوي انا هذا من نقول الدواء قال لي تقول لي مني لي ولي الامر وما تقولش بي اسمك انت ضمر الملائكه يتكلموا فيه انا اسمع في صوتهم بس وبعدين عطوني سيسه ميه مغبسه يسوي كميه هيك خاص تكون فيها هيك لونها تكون زي ميه الغدير لما تبدا متغبسه شوي شربتها فهمت؟ قالوا لي تقول لي ولي الامر قلت له مني ولي الامر؟ قال لي ولي الامر هل تو انتم حكمكم جديد من هو؟ قلت له دبيب قالوا لي ايه دبيب قول الخبر هذا توصل لي ولي الامر والعلاج ان شاء الله باذن الله وبفضل الله قاعد يقولي هذا فايروس بعتاته إسرائيل إن شاء الله خير. حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله خير يا أخ إسماعيل بعديك تبتلي باعث يا خبتي هذه الهم لي أسبوع جتني الرؤية هذه لأن الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان خير إن شاء الله يا أخ إسماعيل وأنا أدعيت بيني وبين ربي خبتي نبي نوصل كلام هذا خبتي والحي يا أخ إسماعيل وصلت الرؤية إن شاء الله الرؤية خبتي نبي نوصلها لي رئيس الدولة أنا الدواء قلت لها منقول على أنا يا أبوي قالي واضح يا أخ إسماعيل أنا سمعتك أنا ونيت ونقول لك رأيي في هذا معنا اتصال أخ عبد السلام من مصراتة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندنا سؤالين وثلاثة لو سمحت تفضل السؤال الأول أنا مثلا تعرضت في عقلي في واحد قريبي يبي يفرح لأولاده تسمى بابناء قيمته من الناس بعدين نتيجة الكورونا وهيك واحدة هو الرجل هذا طبعا جاب أولاده تزوج أولاده من غير فرح المبلغ هذا يعتبر يعني دين في دمتي والله مش لازم والله أنت نويت أنك بتساعد أي نعم هي بتساعد نعم إيه مش ندر ولا حاجة نويت أنك تبي تساعد للفرح أي نعم نعم فهو دار الفرح خفيف وخلاص ما احتاجش لمصاريف نعم إيه تو تسأل يعني هل يجب عليك أن تعطيه؟ يعني دين في دمتي ومن لازم نعطيه إلا والله مضر هو ما يبي منك شيء ولا؟ نعم هو مش يبي منك شيء مطالب ما يبي مني شيء أيوه. أنا ما أصلي ظروفه قلت نبي نساعده في على وجه الله يعني هذا السؤال الأول السؤال الثاني طبعا أنا عندي مرة وسوسة في الصلاة زي مثلا السجود نقول سجود سجدة والله فين أنا طبعا مريض مصلي مقعد دائما يعني مرات الصلوات الخمسة كل في اليوم هل نركز عليه والله هل زي ما نبني على اللي ونصلي عادي وخلاص واضح ان شاء الله الاخ ابراهيم من مصراتة السلام عليكم شيخ عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله نفع الله بعلمك الله يحييك بارك الله فيك يا اخ ابراهيم تفضل الشيخ عبد الرحمن بالله عندي سؤالين، السؤال الأول يتعلق بالمسجد السبحة أثناء الدرس أحد الشيوخ قال هذا جائز ولا السبحة أثناء الدرس السبحة أثناء الدرس يعني ما يسبحش بها نعم الشيخ مش يسبح بها هو مشغول بالدرس و لا أنا نسبح مثلا وأثناء الدرس يسبح هو شخص يستمع للدرس ويسبح والشيخ يقف يدرس ومثلا وفي واحد يسبح السبحة هذا جائز ولا لا؟ والسؤال الثاني قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل يعني الإمام المأموم يقرأ ولا يلزم الصمت يعني في صلاة الفاتحة؟ تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ إبراهيم حياك الله إن شاء الله بارك الله يبارك فيك الأخ محمد من طرابلس الأخت حياة من الخمس ألو أيوة أخت حياة تفضلي السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ بدي رقمك الخاص كان ما عندك شمالة. كلميني على الرقم هذا بعد البرنامج إن شاء الله. لا ضروري لو سمحت الشيخ ضروري من فترة. بإذن الله إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. عفوا. الأخ حسام من شحات. نعم يا أخ حسام تفضل. الأخ علي من الجبل الأخضر. الأخ علي من مصراتة. محمد يا شيخ. الأخ محمد من مصراتة. نعم. مرحبتين بك يا أخ محمد تفضل. الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. عندي سؤال، عندي سور من القرآن نقرأ فيه إن سور اللوطيات هدينا يجي 10 إلى 15 سورة. ما نجيبش فيهم بالترتيب. ما عنيش عارفهم بالترتيب. هل فيه مضرة مني ولا ما فيهنش والله؟ في الصلاة. يعني في الصلاة تقصد؟ يعني هيك تلاوة عادية ولا في الصلاة تقصد؟ قراية القرآن في الصلاة تقصد، يعني الركعة الأولى والثانية؟ لا في الصلاة لا. قرايتهم هيك مطلقا هيك. واضح. ودمغ يراهم مش المصحف لهم شيء. تمام إن شاء الله. قراية القرآن تمام يا أخ محمد. الأخ عبد الفتاح من طرابلس. عليكم شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم في هذه الإذاعة المباركة والتعلق إلى تعلق إن شاء الله. يعني بعد هالترجمة هدية للحاجات الخاصة ولل يعني الناس اللي يحتاجون لهذه الترجمة، هذا تعلق جديد، فنرجو أن يكون تعلق آخر شيخ عبد الرحمن، وهو أن تعملوا يعني برنامج للأطفال، لأن أطفالنا ينتقلون إلى إذاعات أخرى يعني تأخذ عقولهم في أماكن أخرى غير الذي نريدها. فأرجو منكم أن تفعلوا ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر يا شيخ عبد الرحمن، أنا تكلمت وكلمت كم من واحد، ومع لما عرفش كلمتك أنت وما كلمتكش، كلمت الشيخ عبد الفتاح وكلمت كذا، على أساس يعني برنامج في الدوق العام، يعني هذه برامج لازم يعني نهيئ بها الشعب الليبي ليتقدم، ليكون عندنا كذا، تكون عندنا حضاره، تكون عندنا ذوق، تكون عندنا كذا. حتى الانسان تلقاه دكتور في جلسه غلط يا شيخ عبد الرحمن، دكتور خريج وكذا وكذا، تلقاه لما يجلس جنبك جلسه غلط، يعني يمسك في اخطاء جسيمه جدا. فنرجو ان برنامج بسيط حتى في الحلقه زي الحلقه هذه 5 دقائق في الدوق العام. يعني بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. وإياكم ان شاء الله. بارك الله فيك. الأخ سالم من طرابلس. نعم يا أخ سالم. نعم. نعم نخرج إلى فاصل ثم نعود للإجابة على الأسئلة بتوفيق الله تعالى. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا، سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا، نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الله نجوم وفيها بريق اللجين، وتسطع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. نجوم وفيها بريق الرجال، وتسطع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة إلى الله تسمو بهم، رسالاتهم في سماء
الخالدين لهم في قلوب العباد شذان وفي ذكرهم عابق الياسمين على درب من في الورى يبتدى أبا القاسم المصطفى والأمين يقودوننا لمراس النجاة فهم وبحاق عماد السفين نجوم وفيها بريق النجاة وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين دعاة لهم فرحة عندما يرون سعادتنا مؤمنين وحين نميل بأهوائنا ترى دمعهم في مساء حزين فمن يا ترى بعدهم يمتطي ركاب التناصح في المسلمين ومن يا ترى يستميل العصا يحذر من رقدة الناس نجوم وفيها بريق النجيم وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سؤال الأخت من سوريا، هي تقول أنا مخطوبة وخطيبي خارج البلد وبعدين تقول طلقني، إذا كان عندهم الخطبة مثل ما هي عندنا ما فيهاش عقد فهذا الطلاق يعني لم يصادف محلا لأنه هو مش زوجك، فطلاق لا ينفد والحالة هذه طلاقه غير نافذ ولا عبرة به، هذا كان واحد يطلق وهو غير متزوج. لكن إذا كان عندكم العقد الخطبة هو أن يعني فيها عقد قران غير ما فيهاش دخول فقط، فكان في عقد معناها يقع الطلاق ويقع بائنا لأنه قبل الدخول، يعني يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد، هذا إذا كان الخطبة عندكم فيها عقد قران، وإذا كان ما فيش عقد فما فيش طلاق. الأخت نجمة من جدابية نقول هل تلبس المرأة البنطال خارج البيت؟ إذا كان في البيت هذا ما فيش بأس، إذا كان في البيت أمام زوجها وأطفالها لا بأس به، وإذا كان طبعا مش بنطال للرجال، إذا كان بنطالا للنساء. أما إذا كان خارج البيت فإذا كان واسعا فضفاضا ولبست فوقه شيء يعني طويل تحت الركبة ولم يعني يصف جسدها ولا يشف ما تحته فلا بأس به. أما إذا كان ضيقا ولابسه فوقه بلوزة فوق يعني الركبة فهذا سيفضي إلى بيان عورتها وهذا لا يصح أمام الرجال. الأخ علي من السؤال الثاني للأخت نجمة ما لم أستمع إليه، لعلها مش عارف قالت غسل الطهارة ثم
أغلق الخط بعد ذلك، فمش واضح ماذا تريد بغسل الطهارة، يعني كيفيتها ولا الله أعلم بسؤالها. الأخ علي من بنغازي يقول إذا كان الإمام حدث له عذر، يعني إما أنه تذكر أنه غير متوضئ أو انتقض وضوءه أثناء الصلاة، يقول المفترض أن يستخلف أحد المأمومين ليتم الصلاة، فإذا يعني لم يستخلف ماذا يصنع المأمومون؟ المأمومون إما أن يقدموا أحدهم، يعني الأفضل أن يقدموا أحدهم حتى ما قدمش الإمام، يقدموا أحد المأمومين يتم بهم الصلاة، وإذا كان ما قدموا حد يتمونها فرادى، ينفردون يصلي كل واحد لوحده حتى يكمل الصلاة كأن مسبوقين، أو الأفضل أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة. الأخ علي بن بنغازي قال فيه خطيب في الجمعة، قالنا إذا كان الشخص فاتوه ركعتين مثلا من صلاة العشاء واحضر مع الإمام الركعتين السريات بعد ذلك، ما نعرفه في مذهبنا المالكي أن ينوض يصلي الركعتين جهريات بحسب ما فاتوه يقضيهم يعني، فقال هذا الإمام ادعى على المنبر وقال هذا حديث ضعيف فقده، وبالتالي لا يصح هذا وينبغي أن يتم. شو معناها يتم؟ معناها ركعة الثالثة والرابعة اللي حضرهم مع الإمام يعتبروا أولى وثانية، فهو شو بيدير؟ بيكمل الثالثة والرابعة، فبتكون صلاة العشاء كلها سر على هذا، لأن اللي يحضرها مع الإمام هي أولى وثانية في حقه، لكنه متابعة للإمام صلاها سرا فاتحة سر، وهو لما يعني ينتهي الإمام من الصلاة بينوض يجيب الثالثة والرابعة. فيقولهم أن فقده حديث ضعيف. أولا الملاحظة الأولى على هذا الخطيب أن مسائل الفقه وخاصة مسائل الخلاف يعني ليس محلها المنابر، المنابر مش يعني مخصصة لهذا، لم تجعل المنابر لهذا، المنابر لوعظ الناس وحل المشاكل الاجتماعية بينهم وإرشادهم إلى قضايا الأمة العامة، ويعني قضايا الرأي العام وقضايا الأمة، ويعني ترقيق القلوب وتذكيرها بالله سبحانه وتعالى، هذا وظيفة المنبر. أما من لا يحسن المنبر ولا يعرف وظيفته فيجعل المنبر محلا لمسائل الخلاف والفقه، وهذا من قلة فقهه وعلمه، هذا أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذه الرواية في صحيح البخاري. أيضا في صحيح البخاري وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، الروايتان كلاهما في الصحيح، رواية فأتموا صحيحة فمن أتم فلا عتب عليه، ورواية فقضوا صحيحة فمن قضى فلا عتب عليه. بعض الأئمة أخذ يعني القضاء مطلقا، وبعضهم أخذ بالبناء الإتمام مطلقا، والمالكية جمعوا بين الروايتين، مذهب نحن المالكي جمع بين الروايتين، فعملوا برواية فقدوا للأقوال وعملوا برواية فأتموا للأفعال، فإحنا مذهبنا يعني جمع بين الروايتين، خذينا رواية فقدوا ووجهناها للأقوال، فالأقوال نعاملها بالقضاء، ما فاتك جهريا قضيته جهريا، وما فاتك سريا قضيته سريا، وما فاتك فاتحة وصورة تقضيه فاتحة وصورة، وما فاتك فاتحة فقط تقضيه فاتحة فقط، فالأقوال عندنا يعني ينصب عليها القضاء فقضوا، ورواية فأتموا جعلها المالكية متوجهة إلى الأفعال، فالأفعال نتمها، نعتبر اللي خدناه مع الإمام الأول ثم نستمر بعدها الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. فمذهب المالكية في هذا أرجح المذاهب، لأنه أخذ بالروايتين جميعا، ما لم يقتصر على رواية واحدة. الأخ المبروك من بني وليد شكر وزارة الأوقاف على سدادها الديون المتراكمة الأولى، والحقيقة هذا يحسب لإدارة الأوقاف أنها خلصت المشايخ اللي كان عليهم يعني كان ليهم ديون من 2013 و14 متراكمة، والهيئات المتتابعة ما خلصتهمش، والآن يعني خدموا لهم المستحقات هذه، فجزاهم الله خيرا على هذا العمل ويؤجرون عليه بإذن الله.
أيضا يسأل أخ مبروك يقول في شقق الفروسية. الحقيقة أنا ما نعرفش الشقق هذه كيف طبيعتها، لكن الشقق هذه اللي هي واخدينها من مصر في الادخار إما أن تكون مملوكة للدولة يعني قاعدة ما باعتهمش للناس، وإما أن تكون باعت الدولة هذه الشقق للناس. فإذا كان باعتهم للناس فلا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه الأماكن لا بإذن الدولة ولا بغير إذنها، لأنها مملوكة للناس، وإنما يستأذن أصحابها. لا يجوز أنك تشريها من حد هو فيها ولا تأخذها من الدولة لأنها مملوكة للناس. أما إذا كانت الدولة قاعدة ما وزعتهمش وهي لا يعني لها مازال ما باعتهمش ولم تخصصهم لأناس معينين، فإذا كانت الدولة أعطتك الحق في السكنة لظرف قدرته مثلا، ولا أعطت للناس هكذا، ولا جعلت مبلغا رمزيا، فلا بأس كان أخذتها من الدولة وهي غير مملوكة. أما كونها مملوكة لناس وانت تقول أنا ما سكنتش هيك شريتها من شخص، ربما أنت اشتريتها من غاصب يعني من شخص لا يملكها. وأما بالنسبة لحكم الصلاة فيها فالصحيح أن الصلاة فيها صحيحة لكن مع الإثم، ويبطل أجرها يعني تبرأ ذمتك من الصلاة لكنك لا تحصل أجرا لأنك صليت في مكان مغصوب، يعني تلبست أثناء الصلاة بمعصية ومحرم. الأخت انتصار من مصراتة تقول عندنا أخ كبير يحافظ على الصلاة جدا لكنه مقصر في صلة الرحم، تقول نحن يعني نمد إليه الأيدي وهو يصد في أي مكان ما يقبلش، وحتى دعي إلى فرح أخيه فيعني رفض ولم يعني يقبل هذه الدعوة. تقول احنا شنو واجبنا؟ اولا الواجب عليه هو ان يتقي الله في رحمه وان يعني يعاملهم كما امر الله سبحانه وتعالى، وان لا يهجرهم، لان قاطع الرحم تحرم عليه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل من وصلني، الرحم معلقة بالعرش، وتدعو اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فلا يجوز له أن يقطع رحمه، لا سيما وبعض أخواته يعني أرامل ويعني يحتاجون إلى أخيهم، فلا يليق به هذا الفعل لا ديانة ولا مرؤة. ثم أنتم يعني الأخ أخوكم وأنتن الأخوات عاملوا أخوكم بالحسنى، فإن عصى الله عز وجل فيكم فلا تعاملوه بأكثر من طاعة الله فيه، أطيعوا الله فيه ولا تعصوا الله فيه، مدوا يديكم إذا رد أنتم لكم الأجر وهو عليه الوزر، وعاملوه بالحسنى وإن أساء إليكم فأجركم عظيم بإذن الله تعالى. الأخ يونس من بنغازي يقول توفي رجل وترك أمه، وبعدين أمه يعني تزوجها عمه خو والدة، والدة عنده أخين له أخان، أخوه تزوج يعني زوجته بعد ما توفيه، والآن عندها أخوان. الزواج لا يؤثر في الميراث، كونه تزوج أمه هذا لا يؤثر في الميراث. يعني لما مات الابن ماذا ترك؟ العبرة به لما مات ماذا ترك؟ ترك أمه، وأمه هنا عندها الثلث أمه، لأن ما عندهاش فرع وارث ولا تعدد إخوة، بل ما عندهاش إخوة، فيعني أمه تأخذ الثلث والأعمام يقتسمون الباقي تعصيبا، يعني عندهم كل واحد ثلث، ومن تزوج الأم لا مزية له في الميراث. الأخ أحمد من البيضة يقول عندي أهل الزوجة طلبوا الطلاق وأنا ما نبيش نطلق، لا أريد الطلاق. يقول هل يأثم أهل الزوجة بهذا؟ هذا يتوقف على معاملتك يا أخ أحمد. إذا كنت متقيا ربك في زوجتك وفي أطفالك إن كان لك أطفال، وحالك مع الله جيد وحالك مع زوجتك جيد، فلا يجوز لها شرعا أن تطلب الطلاق، وحرام عليها، هي آثمة بطلب الطلاق. لكن إذا كنت يا أخ أحمد مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى أو مقصرا في حق زوجتك، فلأهل الزوجة أن يطلبوا الطلاق حفاظا على ابنتهم، هذا من حقهم. أنت مثلا حط نفسك في مكان هذا الأب
في مكان سيبك وعندك بنت وعطيتها لشخص وهذا الشخص لا يكرمها ولا يتقي لها فيها وربما حتى حالة مع الله غير محافظ على الصلاة يرتكب في المحرمات كذا، فيعني لا تستطيع أن تترك ابنتك عنده، لأن الشخص إذا كان يعني لا يراعي حق الله فمن باب أولى أنه لن يراعي حق ابنتك. فيعني هم معذورون كان إذا كان الظرف كما ذكرت لك، أما إذا كان ما فيش ظرف فحرام عليهم، لا يجوز لهم أن يفرقوا بين الزوج وزوجته ويطلبوا الطلاق لغير سبب. أما إذا كان هناك سبب شرعي يعني جعلهم يطلبون الطلاق فمن حقهم والمحاكم أمامهم إما أن يعني يشوفوا طلاق الضرر أو هم يقولوا إحنا نبوا نفتدوا بالخلع ويعني أقل مشاكل ووقت ويعني يحافظوا على ابنتهم، فهذا يتوقف على الحال يا أخ أحمد. الأخت أماني من بنغازي تقول عندي وسواس قهري كيف العلاج منه؟ يا أخت أماني الوسواس علاجه بل أعظم علاج له هو الإعراض عنه. الوساوس أفضل طريقة لعلاجها الإعراض عنها، يعني مش الإنسان لما تهجم عليه الوساوس يقعد يسترسل فيها ويعني يتمادى معها، هذه حتكون يعني نتيجتها أخطر وتستمر أكثر وتدمر النفسية وتصل بالعبد إلى حالات ربما تؤدي إلى تفكيره في الانتحار وربما حتى الانتحار أصلا، مش التفكير فقط، ليس مجرد تفكير. فلابد من علاج الوسواس في كل مراحله، يعني الإنسان ما يستناش لنجي المرحلة اللي بعدها، في أي مرحلة هو يجب عليه أن يعالج حتى لا يعني يصل إلى المرحلة التي بعدها. وعلاج الوسواس كما ذكرنا أعرضي عنه، ما تفكريش فيه، واشغلي نفسك بأي شاغل، المهم تخليش روحك فاضية، لأن الوسواس يعني عادة يهجم على شخص فاضي. لكن إذا كان الشخص يشغل نفسه بذكر الله، بطاعة، بعلم نافع، حتى بهدرزة أو بعمل من أعمال الدنيا، أي عمل يشغل نفسه به تذهب هذه الوساوس. لكن لما يقعد فاضي وينعزل الوساوس تهجم عليه ويعني يقعد هو يتمادى في هذه الوساوس، وهنا تكون يعني العاقبة وخيمة. يجب الإعراض وشغل نفسك بأي شيء يشغلك عن التفكير في الوسواس. ثم تسأل هل الخمار يعني تقصد غطاء الوجه هل هو فرض؟ لا، ليس فرضا، وإنما المرأة يجب عليها أن تستر جميع جسدها، هذا الفرض، إلا الوجه والكفين. الوجه والكفين إذا سترتهما يعني فقد حصلت المندوب، وإذا لم تسترهما فليس عليها شيء. الأخ إسماعيل من مزدى يقول الدعاء مقبول عند نزول الغيث؟ نعم، هذا لا ينازع فيه أحد. وبعدين يقول أنا شفت رؤيا ودعوت برفع البلاء ورأيت والدي ورأيت خمرا بجانبه. هذا قد يكون يعني بشرى لوالدك بأنه في الجنة بإذن الله تعالى، لأن الجنة فيها يعني الخمر الذي لا يذهب العقل في الجنة، هذه لعلها بشرى لوالدك. لكن كون هذا علاج وقالوا لك برا لولي الأمر وقوله وكذا، هذا يعني قد يكون أصلا مش رؤية، وقد تكون رؤية والرؤية لا يؤخذ منها حكم وليست أحكامها قطعية باش نقول هذا العلاج نافع أو غير نافع. لكن على كل إن هذا العلاج كان فيه علاج بهذا الشيء فليجرب عند أهل الاختصاص، إذا كان أثبت نفعه فلا بأس، كان يعني أثبت الأطباء اللي هم أصحاب الاختصاص أنه لا نفع فيه فلا عبرة بالرؤية في هذه الحال. الأخ عبد السلام من مصراتة يقول أنا عندي أخي بيزوج صغارة، فنويت في خاطري أن بنعطيه مال يستعين به على تزويج أبنائه، يقول لي أن حالته المادية ضعيفة ونويت نبي نعطيه. ثم بعد ذلك يقول لما جاء الوباء دار عرس خفيف ويعني لم يكلفه كثيرا، استطاع التكاليف، هل أصبح هذا المال اللي كنت بنعطيه يعني دينا علي بنية الإعطاء ولا لا؟ لا 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 يجب عليك، وإذا أردت أن تكرمه فهو تفضل منك ويعني معروف، وإذا أردت ألا تعطيه فلا بأس. يقول الأخ عبد السلام أيضا الوسواس الدائم في الصلاة، يقول كل صلاة يعني نقول سجد سجدة أو سجد سجدتين ويصير لي الشك وأنا مقعد وصلي جالسا،
هذا إذا بلغ بك الوسواس هذا المبلغ كما ذكرت أن في كل صلاة يحدث لك الشك، فلا تعبأ بهذا الشك وابني على الأكثر. كان قلت زعما سجدت واحد ولا اثنين، اعتبر نفسك سجدت اثنين ولا تلتفت إليه، ما تقعدش تقول لا خلي نبني على الأقل، لأنك موسوس في هذه الحالة. فينبغي ألا تأبه بهذا الوسواس ولا تلتفت إليه، واعتبر نفسك ديما مبني على الأكثر حتى يخلصك الله منه. الأخ إبراهيم من مصراتة يقول ربما يكون فيه درس، شيخ يعطي فيه درس وأنا جالس في الدرس ولكنني أستعمل السبحة، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هذا يعني لا يتأتى، لأن الله عز وجل ما يقول الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني الإنسان لابد أن يركز تفكيره على شيء محدد. والموفق هو من يعرف الاختيار عند هذه الأبواب. فإذا كان الدرس في أحكام عينية يجب عليك أن تتعلمها، مثلا في الصلاة ولا في الوضوء والطهارة ولا يعني في خصال الفطرة والأشياء المتعلقة بالمكلف مباشرة كل واحد يحتاج إليها، فهذا يعني هنا انصرف إلى هذا الدرس أولى من انصرافك إلى الذكر، لأن هذا فرض عين عليك يجب عليك أن تتعلمه. وإذا كان الدرس يعني ليس في فروض العين، في أشياء يعني فيها وعظ وتحريك للقلب، فانظر أين تجد قلبك. إذا وجدت قلبك في الموعظة فاترك الذكر في هذا الحال وتذكر الله سبحانه بهذا الوعظ. وإذا كان وجدت نفسك مستغرقا في الذكر فانصرف عن الدرس واذهب إلى أذكارك. الفاتحة في الجهرية الصحيح عندنا في المذهب أنها لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ الإمام فأنصته. الأخ محمد من مصراتة اقرأ سور القرآن كيف شئت، سواء مرتبة ولا مش مرتبة، ما دام في الصلاة. في الصلاة يستحب لك الترتيب، في غير الصلاة اقرأ ما شئت. الأخ عبد الفتاح بارك الله فيك، نقدم هذا الاقتراح الذي اقترحته، وهو جاء يعني تخصيص برنامج للأطفال يكون هادفا وفيه من الخير الشيء الكثير في القناة. ندعو القناة لتبني هذا الاقتراح، وأيضا برنامج في الذوق العام يقدمه أحد المشايخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. بهم ملئت مرابعنا ربيعا، وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم، وكافأهم بما وهبوا قصورا. الفضائية.